اليوم نتكلم عن جزء من آية من سورة الكهف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف الآية 21. وهذه الآية اختلف فيها طوائف أهل البدع كالشيعة الرافضة والصوفية عباد القبور وغيرهم من الذين يعبدون القباب والقبور، اختلفوا جميعا مع أهل السنة والجماعة مع أهل التوحيد في شرح هذه الآية. وأنا اخترت هذه الآية لأن حولها شبهات تحتاج إلى معالجة، وهذه الشبهات كثيرا جدا ما تقابل الدعاة إلى التوحيد في المساجد وفي الحلقات وفي المناظرات وفي الجامعات وأركان النقاش إلى غير ذلك من مجال الدعوة. فلهذا السبب اخترنا الكلام حول هذه الآية. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال المفسرون أي قال بعض قوم أصحاب الكهف: اجعلوهم في كهفهم وابنوا عليهم على هذا الكهف. أما قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: حكى ابن جرير في ذلك قولين، حكى ابن جرير في ذلك قولين: الأول أنهم المسلمون منهم، يعني الناس اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، اللي قالوا الكلام ده منه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. ابن جرير قال القول الأول إنه اللي قالوا الكلام ده المسلمين، والقول الثاني أنهم الكافرون منهم. علق ابن كثير قال: ولكن قال والظاهر، نعم قال والظاهر أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ منهم، أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ منهم، يعني أصحاب السلطة والهيمنة والسيطرة. الناس اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ابن كثير قال الظاهر إنه ديل أصحاب النفوذ والسلطة يعني. عشان كده الشيخ الفوزان لما طرحوا له الآية دي ذاتها قالوا له: هل دي دليل على جواز البناء أو بناء المساجد على القبور؟ قال لا، قال لأنه ربنا قال: قال الذين غلبوا على أمري، يعني قال لنتخذن عليهم مسجد، الكلمة دي قالوها عن غلبة وعن سلطة وعن قهر وعن سلطان، ما عن دين. إذن الكلمة اللي قالوها دي ما من الدين ذات، دي كلمة بتاعت ناس فتوات بس، ناس فتوات، لأنه ربنا قال: قال الذين غلبوا. وانتبه لرد الشيخ الفوزان، ده رد قوي جدا جدا، وانا بعتبره بيمسح الشبهه من اساسها. يعني الصوفي لما يجيب لك الشبهه دي قول له: اول حاجه اللي قالوا ديل منو كذا؟ خلي كلام ابن جرير وابن كثير في الايه ذاتها، ربنا قال: قال الذين منو غلبوا على امر، ما قال قال الذين امنوا، ولا قال قال اولو العلم منهم، ولا قال قال الصالحون منهم، قال قال الذين غلبوا على أمرهم، دي الناس بتاع العضلات هم اللي قالوا الكلام ده.
يبقى ده ما موضوع دين، صح ولا ما صح؟ يبقى أول حاجة لنتخذن عليهم مسجدا، اتخاذ المساجد على القبور ده من صفات منو؟ الذين غلبوا على أمره. عشان كده بعد ابن كثير بعد ما جاب كلام ابن جرير قال والظاهر أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ منهم، عرفتوا الكلام؟ قال ابن كثير ولكن هل هم محمودون أم لا؟ ولكن هل هم محمودون أم لا؟ يعني أصحاب الكلمة والنفوذ ذاتهم محمودين ولا ما محمودين؟ قال ابن كثير فيه نظر، يعني كونهم محمودين إذا قلنا محمودين كلام ده خطأ، فيه نظر. ليه؟ قال لما روى الصحيحان، يعني أصحاب الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي، وفي رواية خشي أن يتخذ مسجدا. ثم أورد قصة دانيال بن كثير قال وفي زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجد قبر دانيال بالعراق، دانيال ده نبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام بالعراق، وقبره كان عبارة عن سرير راقد فيه نبي الله دانيال، ولم يتغير أو يسقط شيء من جسمه إلا شعرات ثلاثة أو نحو ذا، وبجانبه صحيفة مكتوب فيها شيء من المعارك أو المغازي أو كذا. فأمرهم عمر أن يحفروا 13 قبرا، 13 قبر، وأن يدفنوه في واحد منها ويدفنوا الأخريات كلها. يدفنوا ليه؟ عشان الناس المرضانين ما يمشوا شنو؟ يتبركوا، ما يعرفوا ياتوا في ذيل ذاته. ممكن واحد يكون في شرق المغابر والثاني في الغرب وذاك في الجنوب والشمال وذاك بغاد هناك وده هنا ما معروف ذاته، ينركب ركشة لفة ما يعرف ياتوا قبر هنا. طيب نرجع للحديث جابه ابن كثير، فيه رواية حديث عائشة قالت عائشة في إحدى الروايات في الصحيح، الحديث الصحيحين لكن في لفظ في صحيح البخاري فيه زيادة مهمة جدا ويرد على شبهة مهمة في مسألة البناء على القبور واتخاذها مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه. أكررها ثاني لأنها مهمة. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال ابن حجر معلقا في مرضه الذي لم يقم منه أي أن هذا الأمر لم يمسخ، لم ينسخ، ما منسوخ الموضوع ده. عشان كده السيدة عائشة، لأنه الموضوع موضوع عقيدة، عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها كربته تمام، كربته تمام، قال سمعت في مرضه الذي شنو؟ لم يقم منه، عشان ما يجي صوفي يقول لك لا الامر نسخ. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اول حاجه ديك ما شريعتنا ذاته. هم ديك ما المؤمنين، لكن لو مؤمنين شريعتهم ديك شريعتهم برا ما شريعتنا. والراجح عند اهل الاصول كما رجح الالباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لا سيما وقد جاء في شرعنا
ما ينهى عنه إن كان مباحا في من قبلنا، ولم يكن مباحا في من قبلنا أصلا، ولا يمكن أن يبيحه الله عز وجل، وقد علم الله تبارك وتعالى أن تعظيم القبور أو البناء عليها أو تعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم هو السبب الأول الذي بسببه وقع الشرك في الأرض، أول شرك، بل قبور دي ذاته تعظيمة، فكيف ربنا يبيح لأمة قبلنا وبعدنا؟ أول رسول وأول أمة وقوم لرسول قوم نوح، وأول رسول نوح عليه الصلاة والسلام أشركوا ليه؟ بيسووا شنو يا جماعة؟ القبور، لا نوادي ولا سينما ولا كأس العالم، أشركوا بسبب شنو؟ القبور. فكيف ربنا يبيح حتى للأمة اللي قبلنا؟ خلاص؟ طيب، أما حديث ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإن هذا خبر، مش معناته كان مباح عندهم، لا، قال لك كان حاصل كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الأمم قبلنا حكايات، كان في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر فقال الساحر للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما وعلمه السحر إلى آخره في صحيح مسلم، فده خبر وقصص يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقفة ثانية مع حديث عائشة رضي الله عنها، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى. الآن بيقول لك يا أخي ديك اليهود والنصارى، ديك شنو اليهود والنصارى؟ إحنا ما ندك لعنهم لكن إحنا ما ملعونين. طيب، الحديث الرسول قالوا، مش قالوا اليهود والنصارى ولا قالوا للمسلمين وبين الصحابة خيار المؤمنين؟ قالوا للصحابة وروتوا هم المؤمنين كمان، السيدة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأنه لينا عشان ما نفعل كفعلهم، صحيح ولا ما صحيح؟ وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يفعل فعلهم، فعل اليهود والنصارى، فقال لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، إلى أن قالوا فمن؟ قال اليهود والنصارى. فبيحذرنا نحن ما نفعل فعلهم، كذلك في هذا الحديث لعن الله اليهود والنصارى. عشان كذا السيدة عائشة رضي الله عنها علقت تحت بعد ما ختمت الرواية، قال شنو؟ يحذر ما صنعوا. شوف الفهم كيف من السيدة عائشة، صح اليهود والنصارى عملوا كده، لكن الرسول قالوا لنا نحن، ليه؟ عشان يحذرنا ما نفعل شنو فعله. وقفة ثالثة مع الحديث الذي أورده ابن كثير وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الصوفية قالوا لا، قالوا ما ممكن الحديث ده يكون صحيح أصلا، الصوفية والشعبيين الاثنين قالوا الحديث ده ما ممكن يكون صحيح. ليه؟ شعبيين لأنه داير يطعنوا في السنة أصلا، وديك لأنه دايرين يشركوا به الله، كل واحد بهمه. قالوا ليه ما صحيح؟ قالوا لأن الرسول قال اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واليهود والنصارى ما عندهم مساجد. يا سلام، ابن تيمية علق قال وكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد وإن لم يبنى مسجد. ليه؟ لأن السجود علامة للصلاة كما أنه علامة للعبادة، فسميت العبادات سجودا أحيانا، وسميت الصلاة بكمالها سجودا، لأن أشرف مواضع الصلاة هو شنو؟ السجود. خلاص؟ طيب، فكل موضع قصدت فيه الصلاة يسمى شنو يا جماعة؟ مسجد، أو قصدت فيه العبادة. الدليل شنو؟ في دليل؟ زول يعرف دليل من السنة مثلا؟ ما سامع. قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، صحيح؟ طيب، ثاني حديث البخاري أعطيت خمسا لم يعطهن نبي
قبلي إلى أن ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وشنو يا جماعة؟ والحمام. إذن أي مكان فيه صلاة أو نوع عبادة يسمى مسجد. والنصارى كان يتعبد عند هذه القبور، قبور أنبيائهم وصالحيهم، وكذلك اليهود. فدي تسمى شنو ليهم هم ذاتهم؟ تسمى في شرعنا تسمى مساجد ليهم، وإن كانت باطلة لكن تسمى شنو؟ مساجد، لأنهم يسجدون عندها ويصرفون عندها أنواع العبادات. عشان كده سمي شنو مسجد؟ دي الوقفة رقم كم؟ ها؟ الثالث. الوقفة الرابعة قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني لولا ذلك، ذلك ذا راجع لشنو؟ اللي بيعرف عنده جائزة المرة الجاية إن شاء الله. ها؟ نعم، ذلك لولا ذلك اللي هو شنو؟ إنه اتخذ شنو؟ مسجد. وهي جاوبت في النهاية الجواب، قالت غير أنه خشي، خشي العلماء قالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خشي. وين خشي انه اتخذ مسجد؟ عمل شنو يعني عشان ما اتخذ مسجد؟ قال الحديث حذر واحد، وقال حديث الرواه ابو بكر الصديق في اين يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم. اول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابه، فقال بعضهم اين ندفن النبي عليه الصلاه والسلام؟ ندفنه بالبقيع مكان موتانا ام اين؟ فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول: إن قال لم يقبض الله نبيا إلا بالموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وجاب روايات، دي رواية من الروايات. قالوا ده السبب بناء على هذا الحديث، والحديث الأول ده السبب إنه خلى النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في شنو يا جماعة؟ في المكان المات فيه، وقدر الله ان يكون داخل حجره. طيب ما بيجيك واحد يقول لك طيب يعني شيوخنا ما ندفنهم داخل مبنى ليه؟ والرسول دفن داخل مبنى ليه؟ حجره عائشه. غير انه خشي، خشي ان يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لابرز قبره. لو طلعوه برا صوفيه ما كان بياكلوا القبر؟ التراب ما كان، هو التراب بتاع وضع الطريف، تراب عفن، يقعوا عنجات وضفادع بياكلوه. قالوا يشفي من داء السعر. ما ياكل التراب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبرع يقول لهم روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرز ذاته. بياكلوا ولا ما بياكلوا التراب ده؟ ما فضلوا تراب، ناس مجارمة. عشان كده قال للسبب ده إنه دفن داخل الحجرة، ففي هذا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه دفن هنا وفي في الموضع الذي مات فيه، وهذه خصوصية لجميع الأنبياء والرسل فقط. فقط. ما ممكن شيخ صريقة يقول لم يقبض الله نبيا، انت نبيا؟ الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. صحيح ولا ما صحيح؟ طيب دي الوقفه رقم كم؟ اربعه. طيب عرفنا انه الناس اللي قالوا الكلام ده اصحاب الكلمه والنفوس. لو فرضنا قالوا المؤمنين عديل، لو زول واحد ما صلت مشى جاب لك، قال ابن كثير حكى ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى في ذلك قولين انهم المؤمنون منهم، هو وقف لك هنا بس، انت ما كنت قاري ابن كثير ما مشى لقدام. قل لي افرض انه المؤمنين، نحن بشريعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى بالحديث ذكرناه، صحيح؟ طيب من الاحاديث التي تنهى ايضا حديث ابن مسعود، وقد رواه الامام احمد في مسنده، أن النبي، أكتبوا الأحاديث دي واحفظوها، تحفظها زي اسمك واحد أو أكثر من اسمك تحفظها والله، لأنه ده دي العقيدة يا جماعة. وسبحان الله حديث البناء على القبور دي لما رواها الصحابة وأمهات المؤمنين رواه بأساليب عجيبة. شوف هنا عائشة قالت في مرضه الذي لم يقم منه، وهناك حيمر معنا حديث السي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس. والحديث شنو؟ ألا وإن من كان قبلكم
كانوا يتخذون بعد ما ذكر الخلة كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد. شوف روة الحديث كيف قال ذلك قبل ما يموت بخمس يوم. حديث ثالث رواه السيدة عائشة برضو عن القبور النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة خميصة زي دي يعني أو قريب منها على وجهه فإذا اغتم بها يعني ضيقته في النفس كشفها لعله كان بيبلوها له يخدها من الحمى. ده في مرض الموت. ليه ورتنا إنه النبي كان في مرض الموت لما نهى عن البناء على القبور عشان يوروك إنه الأمر ده ما منسوخ. شوف التأكيد ده كيف الصحابة أكدوا فيه وشددوا عليه لأنه أمر شنو يا جماعة عقيدة والنبي أكد عليه وشدد عليه وقالوا في لحظة الموت. وفي لحظة الموت الإنسان ما بيوصي إلا بأعز الأشياء. والدين كثير فيه الزكاة فيه الصيام فيه المحرمات فيه المأمورات فيه المستحبات صحيح ولا ما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الأشياء وركز عليها في الموت لأنه ده موضوع عقيدة مهم جدا. لأنه الإنسان لما دار يموت بيركز على أهم الأشياء. فأهم الأشياء التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت هي شنو يا جماعة؟ وفي العقيدة موضوع الشرك وإنه جاء كيف الشرك؟ القبور. ليه؟ لأنه عالم أول شرك حصل بسبب القبور دي ذاتها. فشوف الألفاظ الجذباء الحديث زي ألفاظ قوية. قبل أن يموت بخمس قاله في مرضه الذي لم يقم منه قاله وهو يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قالت فقال وهو كذلك في تلك الحالة الصعبة العصيبة من مرض الموت وسكراته نهى عن البناء على القبور. موضوع مهم شديد وما نسخ ده معنى هذه الحديث. طيب وقفنا في هذا الحديث حديث ابن مسعود عند من؟ الإمام أحمد في مسنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. لعن الله زائرات القبور. ده لفظ ضعيف زائرات. اللفظ الصحيح لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور للنساء اختلفوا فيها العلماء. الألباني بيجوزها بشروط والشيخ العثيمين وباقي المشايخ يحرموها. المهم والمتخذين عليها المساجد والسرج ده الموضوع بتاعنا. إذن في الحديث ده ملعون صنفين من الناس. الصنف الأول ده ما بيهمنا الآن. الصنف الثاني قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج يهو الأنوار دي أيا كان نوع. والآن بيجعلوا على القبور مساجد ومساجد انتبهوا ما إلا مسجد ابنه فيه ميزنة وواحد بأزين ده حرام من الكبائر. لكن قبر يتعبد عنده ولو كانوا يعبدون الله عند القبر برضو ما بجوز. وقد اتخذ مسجدا حتى لو عبدوا الله خليه يعبدوا صاحب القبر. شكد علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع لما رأى رجل كان يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة كده في حجرة عائشة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كان بيدخل بالقدة دي ويرفع يدينه جنب القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله. لاحظ انه ما كان بيدعو غير الله. فنهاه علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب وقال له سمعت ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبور لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. مع إنه الرجل ده بيدعو من يا جماعة ما دعا غير الله برضو نهاو برضو نهاو. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن قصد العبادة ولو كانت لله عند قبور الصالحين. فما بالك اللي بيعبدوا غير الله عند قبور ناس طواغيت ومجرمين ذات. شو الفرق ده بعيد كيف؟ طيب، فالمتخذين عليها المساجد والسرج هؤلاء ملعونون. الليلة ده بيسموه مولية، هم ملعونين، ده بيسموه مولية، وأهل السلسلة وأشراف وأهل البيت، الناس اللي بيعبدوا القبور ديل ملعونين. وده بالعموم، لأنه ما تمشي تلقى لك زول عند قبر تقول لي سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وترش بالحديث. لا، إنزال اللعن على المعين ده موضوع براوة يا جماعة، ده موضوع براوة. طيب، من الأدلة أيضا، الأدلة كثيرة لكن نختم به عشان الوقت خلاص بتاع الصلاة. من الأدلة أيضا ما رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. وألا دي أصلا هي استفتاحية في اللغة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاب بوسط الكلام كما كانت تفعل العرب أحيانا لسبب وفائدة عظيمة جدا. الاستفتاح بيجي في الأول صح؟ عشان كده أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. دعاء للاستفتاح، سموه استفتاح ليه؟ لأنه بيفتتح به الصلاة يعني في البداية استفتاح. فآلة دي استفتاحية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب في نص الكلام، ما في بداية الكلام، جاب في النص هنا، جاب في البداية وجاب تاني في النص. ليه؟ ليه نحن مشكلتنا موضوعنا ليه جاب في النص مرتين؟ قال العلماء للانتباه والتنبيه، لأن الأمر أمر عقيدة. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا، شوف تاني كررها، ألا فلا تتخذوها مساجد. لو قال فلا، لا دي ناهية، فلا تتخذوها مساجد كفاية، لكن برضو لأنه الأمر أمر عقيدة شدت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، مع أنه لا دي ناهية أصلا كفاية ناهية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مرة أخرى لأنه الأمر أمر عقيدة. فإذا استفيد عظيمة أن العقيدة تحتاج إلى تكرار كثير لحد بتين لحد ما تموت. ما قال لك في مرضه الذي لم يقم منه، وقال لك سمعته قبل أن يموت بخمس صحيح، وهنا قال ألا فلا تتخذوها مساجد، لا دي مش ناهية هنا، تاني قال فإني أنهاكم، ده ناهية تاني ولا ما تاني؟ تاني ناهية تاني، يبقى العقيدة دائرة تكرار. الشيطان ما يجيك لو مسكت لك منبر بالذات جميل ومكيفات في ريون ضاربة ما تقول يا أخي المرة الشيطان بيجيك كإمام وخطيب مرة فاتت يقول لك يا مو أنت طالع في المنبر ممكن يجيك يقول لك الجمعة الفات كان أنا التوحيد، الدورة دي ما تديهم توحيد لأنه ناس اللجنة بيجتمعوا. ألا فإني أنهى، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم، مع أنه لا ناهية، وتاني قال أنهاكم تاني نهى في حديث واحد بس. فعليكم أن تركزوا على هذا الأمر، وفي شبهات نطرحها في الدرس الجاي اللي هو أنه الحجرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت عائشة أدخلت في المسجد الآن النبوي، ودفن صاحبي
طيب يقول لك إذا عرفنا دفن النبي صلى الله عليه وسلم دفن صاحبيه كيف؟ ناخذها في الدرس الجاي، وأنا حغيب أسبوعين إن شاء الله وواصل بعد أسبوعين إن شاء الله.